كابتن عادل طيب، عايز برضو اسال حضرتك او ابدا بسؤالي، ايه رايك في الاحداث بشكل عام خلال الفتره السابقه؟ انا عارف بيبقى دايما ليك رؤيه مختلفه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه ممكن قبل ما حضرتك بس تقول عشان عندنا النادي الاهلي يحقق الفوز بتنس بايه؟ معلش قولوا لي. تنس الطاوله. ببطوله تنس الطاوله رجال بعد الفوز 3-1 على نادي الزمالك في الدوره المجمعه الثانية، وزي ما حضراتكم شايفين دي نقطة الفوز بالدوري العام لتنس الطاولة وفوز النادي الأهلي. وكالعادة شاشة قناة النادي الأهلي بتكون متواجدة في كل مكان وبنوري حضراتكم ايه اللي بيحصل ده حالا دلوقتي او منذ دقيقة ونصف، يعني ده بمناسبة يعني الفرحة والفوز والسيدات برضو كسبوا من شوية نادي جزيرة الورد 3-2 وحقق بطولة الدوري اللي هو زي الدوري يعني.